في نهارك زملكاوي هنبدأ فقرتنا اقرأ الخبر. وأدى لاعبو الفريق تدريبات تأهيلية قوية استعدادا للقاء البنك الأهلي المقبل في مسابقة الدوري الممتاز. وأدى اللاعبون تدريبات تأهيلية وبدنية قبل بدء الفقرة الفنية تحت إشراف علاء رجب مخطط الأحمال بالفريق. وركز مخطط الأحمال مع اللاعبين على رفع المعدل البدني ليهم بالشكل المطلوب طبعا وفقا للبرنامج الموضوع والأجهزة اللي بيستخدمها فريقنا علشان يكونوا بالشكل المناسب للماتش اللي جاي. كمان خصص الجهاز الفني فقرة في الجزء الثاني من المران للتدريب على الركض لزيادة معدل طبعا السرعات للاعبين. كمان شهدت التقسيمة الفنية اللي خاضها الفريق استعدادا للبنك الأهلي مشاركة عبد الله جمعة الظهير الأيسر. وجاءت مشاركة عبد الله جمعة في التقسيمة الفنية بعد ما كان بيؤدي فقرات خاصة خلال التدريبات الأخيرة للفريق بعد طبعا الانتهاء من برنامجه التأهيلي اللي كان بيخضع ليه. كمان شارك محمد صبحي حارس مرمى الفريق في التقسيمة الفنية خلال المران الأخير كلاعب داخل أرض الملعب استعدادا طبعا للقاء البنك الأهلي. وتم تقسيم الفريق لثلاث مجموعات لخوض التقسيمة وخاض الفريق التقسيمة الفنية. وضعت طبعا كل مجموعة 9 لاعبين بالإضافة لحارس المرمى. وشارك محمد صبحي كلاعب في أرض الملعب مع مجموعة من اللاعبين في حين شارك الثنائي محمد عواد وعبد الرحمن نفاد في حراسة المرمى. طبعا الموضوع ده بيكون يعني مفيد لحارس المرمى علشان يكون عنده القدرة ان هو يكون لاعب علشان لو تعرض طبعا لأي موقف وهو حارس يقدر ان هو يتعامل معاه ويدي طبعا يعني كل اللي عنده. دي طبعا هي الكرة الحديثة. كمان خاض محمود حمدي الونش مدافع الفريق تدريبات تأهيلية خاصة في صالة الجيم خلال المران الأخير. وبيخضع الونش لبرنامج تأهيلي خلال الفترة الأخيرة للتعافي من الإصابة. وبيؤدي الونش المرحلة الثانية من البرنامج التأهيلي بعد خضوعه قبل كده لعملية في الرباط الصليبي. وبيخضع اللاعب لتدريبات تأهيلية مكثفة تحت إشراف الجهاز الطبي بقيادة الدكتور محمد أسامة. ونختم يعني أخبار الزمالك. وفاز فريق الشباب لكرة القدم بنادي الزمالك مواليد 2003 على فاركو بنتيجة 1-0 في المباراة طبعا اللي جمعتهم امبارح الأربع على استاد عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء. وده طبعا كان ضمن منافسات الجولة السادسة لبطولة دوري الجمهورية. أحرز هدف الزمالك عبد الرحمن علي وظهر طبعا لاعبو الزمالك بمستوى فني متميز وصنعوا فرص عديدة استطاعوا خلالها تسجيل هدف في الشوط الثاني كما أهدر الفريق أكثر من فرصة أمام مرمى فاركو. وبيحتل زمالك 2003 صدارة ترتيب جدول بطولة الجمهورية برصيد 16 نقطة. وشهدت المباراة حضور إسماعيل يوسف رئيس قطاعات الناشئين وحازم إمام نائب طبعا المدير الفني وشكري حسن المدير الإداري للقطاع وأحمد السيسي مدير إداري للقطاعات طبعا بجانب أعضاء اللجنة الفنية لقطاعات الكورة. ويقود فريق 2003 محمد حسن مديرا فنيا وإبراهيم صلاح وأحمد زكريا مدربين مساعدين وحسني مسعد مدرب لحراس المرمى ورضا عبد الواحد إداريا ومحمود سعيد أخصائيا للإصابات والتأهيل ورفعت حمدي طبعا مسؤولا للمهمات.